نتواجد الآن داخل مستشفى الشهيد كمال عدوان في شمال قطاع غزة بعد الاستهداف الإسرائيلي لمنزل ولمجموعة مواطنين في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. نشاهد هنا الحالة في داخل قسم الاستقبال في مستشفى الشهيد كمال عدوان، حيث وجود وفد طبي يتعامل مع الجرحى والمصابين جراء هذا الاستهداف الغاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا أول يوم وصلنا فيه إلى شمال غزة. احنا كنا موجودين يعني في مستشفى الشهداء الأقصى وقبل ذلك في الأوروبي. الإصابات يعني هو كشكل عام مع الشعب الغزاوي مع الأسف إصابات شديدة وهذا لا يختلف يعني. لكن المشكلة هنا عدم يعني ما متوفرة الشغلات الموجودة حتى في الجنوب، يعني ما عندنا تخدير في المستشفى الآن. أنا هذني الحالات كنت أخذين لغرفة العمليات لكن ما متوفر الخدمة، فاضطريت أبتر رجل هنا في غرفة الطوارئ في الاستقبال عشان كان نزيف. طبعا كما ترون وصول دفعات جديدة من المصابين في الاستهداف الأخير. طبعا عدد إصابات كبير وصل قبل قليل لاستقبال مستشفى كمال عدوان، طبعا ما يزيد عن 15 مصاب وصلوا قبل قليل بجروح متفاوتة. استشهد بعض هذه الإصابات، استشهد طبعا الطواقم الطبية لليوم 292 تقدم خدمات الطبية وهي مستنزفة ومجهدة بشكل كامل. قاعدين في الدار بأمان الله، سمين القذائف بتنزل بس بنعرف شوي. فجأة اللي صارت ضربة في المشروع الأول جامع أسامة عبد رب، صارت الضربة دار عمت اللي هنا، جرينا نشوف لقيت ابن عمت مستشهد وعمت رجله مقطوعة، ناس دار الكحلوت والغربان. في كل ليلة يستهدف الاحتلال الإسرائيلي بيوت الآمنين هنا في شمال قطاع غزة. آخر هذه الاستهدافات كانت في منطقة مشروع بيت لاهيا، حيث وصول عدد من الشهداء حيث كانوا يجلسون أمام منزلهم في منطقة مشروع بيت لاهيا، فباغتتهم آلة الاحتلال الإسرائيلي وطائراته بقصفهم وهم على باب منزلهم. محمود العوضية، شمال غزة، الميادين.